السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيت لكم فيديو جديد عن ملوك السحب. طبعا ما بعرف، ملوك السحب هي فقرة بنعملها كل فترة وفترة، بنشوف أفضل السحبات وأفضل الحظ بالألعاب اللي أنتم بتلعبوها. طبعا فيك أنت بس إذا اشتركت معنا بالديسكورد وقرأت القوانين تشترك معنا فيها. وطبعا كل فترة وفترة أنا بعمل ريفيو وبنحاول نشوف مين ملك السحب ومين حظه أحلى. بخلينا نبلش بأول واحدة اللي هو ام مساعد، طلع له إلين الجيدة بأول مالتي، ما شاء الله هي بداية بتجنن. وهون طلع له إليزابيث الجديدة أو ليز الجديدة اللي قوية بالإيفنتات، وطلع له إيستن فراس. مبروك يا فراس. هون طلع له اعتقد هي بانر ديان، طلع له اسكانور، مبروك مبروك. وهون طلع له ديان واسكانور مره تانية باول مالتي، ما شاء الله ما شاء الله. طب ليش كملت؟ قلنا لكم لا تكملوا يا فينوم. يا فراس. هلا خلينا نشوف فينوم. فينوم طلع له الين الجيدة كمان باول مالتي، ما شاء الله ما شاء الله. حلو حلو صح، مو هي نفسي طلعت لي هي وما طلع لي الجيده، واعتقد حتى مو هي الين اللي طلع، ما بعرف اي الين طلعت لي انا، بس مو الجيده مع اني تمنيت تطلع لي. خلينا نلعب فيها شوي نتسلى. ثلاثه ديان بنفس المالتي ما شاء الله، مالتي الفري. ايمن طلع له طلع له فيستيفال فيستيفال تويكو. لا وشوف على اي وحده عاملها. لا صح هي اللي هي ديان، لا 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 هي فوتوشوب حاطين طريقة بدل ابصر مين. هون طلع له مترونا، ما شاء الله مبروك مبروك. طلع له ترونا وجديدة كمان كيرا، طلع له إلين كمان، مبروك مبروك يا كيرا. خلينا نشوف قدوري. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة فيستيفال بنفس الملتي اللي هو ليجند بيسموها بون بيس، وشكله حسابه جديد ما شاء الله. مبروك مبروك كراكر وغارب واودن الجديد وكاروت هاي ولا نامي واسوب. خلينا نشوف فايب رادر ما شاء الله طلع له ليليا ومارلين وايستن. طبعا هدول تنتين جبارين بالبي في بي، بقى كتير كتير قوية المالتي، جدا قوية المالتي. مبروك مبروك. مرزوق طلع له ليليا ديان ما عنده اياها اللي هو هي ويدنج ديان اعتقد، مبروك. جوكو طلع له كينج وايستن، مبروك ما شاء الله ما شاء الله جوكو. وهون طلع له ليليا الجديده باول مالتي ما شاء الله. حلو مبروك مبروك طلع له اسكانور. يلا ان شاء الله يا زورا بيطلع لك. طلع له 100% جديد جوست كيلر، طلع له آرثر واستروسا، مبروك مبروك الاثنين جداد. هيما طلع له مارلين الزرقاء القوية، مبروك مبروك. هاتان طلع له إيس، طلع له مترونا الحمراء، ممتاز ممتاز مبروك. وهون ديانين جداد ما عنده ياهم وديان الزرقاء، واعتقد هي مبروك مبروك طلع له اول فور وان، مبروك مبروك. هو مو خلي اللعبه مو لعبه. هي ماي هيرو اكاديميا الترا امباكت، هي سلايم، هي مو قويه بصراحه. وهي اللعبه ما بعرف شو هي، طلع له هدول الشخصيات اللي ما بعرف ولا واحد فيهم شو هنن، بس اي الليجند، هذا الليجند اعتقد. مبروك مبروك ما شاء الله ما شاء الله. هاي البانر الجديدة اعتقد، هذه الشخصية الجديدة. وهي مبروك مبروك يا الصورة الفاسدة. نيجان طلع له سارييل الجديد، مبروك مبروك. طلع له كينج ما شاء الله مبروك ب 213 جيم. وهون طلع له برينهيلد، مبروك مبروك. وهون برينهيلد ثانية. وهون بان، حلو والله 333 جيم ممتاز. لا ولسه مارغريت وذا وان وبرينهيل، برينهيل يمكن صارت 4 6 عنده
وماجيلدا ما شاء الله، ماجيلدا وبرينهيلد ممكن يطلعوا له مليون مرة. 4-6 برينهيلد سواها 6-6 يا عفو الله يا عفو الله. بس ما شاء الله بجنن ترى. بس كم جيم رواح كان هذا التوتال؟ 500 جيم والله حلو ما شاء الله ما شاء الله. ايمن طلع له مترونا وديان، مبروك مبروك يا ايمن. طلع له الجديدة هي مونو حلو، ماجيلدا ما شاء الله ممتاز يعني نيجان كمل كمان طلع له ماجيلدا. في ناس عملت يمكن 900 وما كانت تطلع له ماجيلدا، بعرف واحد صاحبي عمل اكثر من 900 وما كانت تطلع له ولا نسخة ماجيلدا على بانر ديان. سول ما شاء الله ما شاء الله سول ديان ما شاء الله نيجان. واخيرا مبروك 700 جيم حلو بصراحة، لو منو منك كنت كملت ما في اذا كملت ولا لا. ما شاء الله ما شاء الله قدر يسويها 3-6 900 جيم ما شاء الله. هاي جاك ما شاء الله المالتي شو حلوة، ديان وذوان بنفس المالتي وغير آرثر وإيستن ما شاء الله. وطلع له 93 نفسي يصير معي هاي يعني، روح على 300 جيم ما كانت تطلع لي. طلع له ليليا كمان مبروك مبروك. مدرة حلو يا مدرة مبروك مبروك 330 303 جيمات. وطلع له كينج حلو كتير ما شاء الله. لا 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 سول تخبارك سول صار زمان قاطع عنا، مبروك يا سول مبروك. زورات طلع له هذا لا بأس به، وآرثر مبروك مبروك. بس كله جديد معناها هدول اثنين ممتازين لك يا زورة، مع انه ما بعتقد جديد صار له مد معانا زورة، بس شكل دول الشخصيات أول مرة بيطلعوا له بقى كتير حلو. ليجند حلو حلو كتير تنتين والله. في عندي صورة طلع لي تنتين تنتين أربعة بنفس الصورة ها. يا عفو الله خمسة، لا هي أقوى واحدة بشوفها لحد الآن، هي عن جد أقوى واحدة ليجند. طلع له بان بالسبعين حلو حلو هتان. الصورة الفاسد مبروك مبروك. مونا والله كانت قوية، ما أعرف إذا هلا هذا قوية ولا لا. محمد مبروك مبروك. هذول أعتقد الجداد اللي هو الكيورا وش كان اسمه هاد بوجاك، لا مو بوجاك، بوجاك مين غريام، لا مو غريامور نسيان شو كان اسمه. مبروك مبروك. بس الاثنين اعتقد الاثنين كانوا هن البانر مع بعض. مبروك مبروك 10x طلع له ديان وشو اسمه وذوان باي سينجل ما شاء الله ما شاء الله. ذوان ما عنده يا كان ممتاز. مبروك مبروك مبروك. اوه ما شاء الله ما شاء الله في اكس في شوف ما شاء الله ثلاثة فيستيفال مالتي واحدة. مصطفى حلو بأول ملتي ما شاء الله، اثنين شن وواحدة برينهيلد وواحدة جيرمجند مدري شو اسمها يورمجند. أيمن بال 305 طلعت له مبروك مبروك يا أيمن. وطلعت له واحدة تانية 339 ليش كملت يا أيمن؟ هو صح بده أعتقد في واحدة بده إياها. هاي مين؟ هاي سكادي، اي سكادي طلعت له مبروك مبروك. اصح انا ما عندي اهل سكادي تصدقوا. كلو دراجون مبروك مبروك يا كلو دراجون. وبتاني مالتي طلعت له هي الجديده ولا القديمه اللي هي الحمراء الجديده الاتي اعتقد هي الجديده. مبروك مبروك يا كلو دراجون. واشاري طلعت له برينج اوي ماجيلدا وهي مع بعض. مبروك مبروك يا اشاري. وطلعت له لومينس فالنتاين هاي من شخصياتي المفضلة. مبروك مبروك ما شاء الله ممتاز ممتاز. هاي بيكون لك دور كبير بالأجزاء القادمة، أعتقد الجزء القادم راح يكون لك دور كتير كبير. وسول ما شاء الله بالثالث ستيب يعني بالستيبين الأولى والثانية، ثاني ستيب طلع له ما شاء الله. سول مبروك مبروك
الصورة الفاسدة. ما شاء الله ما شاء الله، هدول الثلاثة طلعوا له مالتي واحدة. ما شاء الله ما شاء الله، كثير كثير حلو. بوجك قوي، وهذا بوجك. اعتقد هذا هو بوجك. وجوكو الجديد، انا ما سحبت على جوكو، سحبت على البانر الثانية اللي هي فيها كيد بو، وبالمالتي الفري الرابعة يعني طلع لي بو. انا نفسي كان يطلع لي سيل، هلا ما عندي يا سيل بنفسجي ال ار، ما درى اطلع له فيجيتا مو فيجيتا، فريزا الجديد حسن بنفس المالتي اثنين. ما شاء الله ما شاء الله يا حسن، مبروك مبروك. فيجيتا والله روح 360، يلا نفسي اطلع له الاتي كمان باول مالتي. حلو عبد العزيز مجلدة ب 333، مبروك مبروك يا عبد العزيز. سنجل ما شاء الله، ذا اول مايتي عن جد اول مايتي. مبروك مبروك. العدواني طلع الشخصية، شو كان اسمها هي؟ نسيان، بس هي الشخصية الشير ليدر لما يكونوا بالشو اسمه، لما يكونوا بالمسابقة. مبروك مبروك. اوه هي باليابانية، محمد طلعه ب 123 جيم، ممتاز يا محمد، مبروك مبروك. شينرا طلع كيكي، طلع شخصية ثانية، مبروك مبروك. ها اسمه كامي ساتو اياتو، وطلع فينتي كمان، مبروك مبروك. وبلاك جيمر ب 300 طلع، ما شاء الله مبروك مبروك. واخر مالتي لعبد العزيز، ما شاء الله، بس والله روح كثير 24 جيم، بس منيح طلع برينهيلد ونسخه منه فورا عبد العزيز. بهدول هنين صراحه، طبعا في كثير ناس سحبت على هي الشخصيه ملكه الحياه، وفي كثير كثير ملتيات بتجنن يعني، عن جد عن جد من زمان ما شفت هيك حظ، وان شاء الله ان شاء الله بيكون حظكم لسه اقوى واقوى، وبشوف شغلات احلى بالفيديوهات القادمه. بقى بس هون بكون وصلنا هذا الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا فيه، استمتعتوا في لايك الفيديو، شكرا على كل جديد مني، وشكرا على خير فيديوهات تانية. مع السلامه.